السلام عليكم. الحمد لله، اليوم أصبحت المشاريع نتاع الازدواجية نتاع الطرقات في كل الولايات، وأصبحت الشغل الشاغل نتاع المسؤولين على مستوى كل الولايات والدوائر وحتى البلديات. فيه أشغال كثيرة نتاع الازدواجية نتاع الطرقات، لما للأهمية القصوى لهذه المشاريع انت ازدواجية الطرقات. والآن حتى بعض الطرقات اللي مش طرقات وطنية يتم ازدواجيتها لكثرة الحركة تاع المرور عبرها. إذا فيه نية لمكافحة ظاهرة الحوادث المميتة على الطرقات. إذا هذا أمر جيد وهذا عمل جيد، وسوف كل قطرة دم تنزل في هذه الطرقات سوف يحاسب ويسأل عليها المسؤولين. إذا فيه الأعمال هذه كلها اللي يعني الحفاظ على أرواح الجزائريين، فهي أعمال محمودة ومطلوبة ومشكورة. إذا نترك يعني نخلوكم تشوفوا العينة اليوم من ولاية البويرة نتاع المشروع نتاع الازدواجية تاع الطريق هذا الجديد بين إذا بلدية بويرة وبلدية الديرة على ما أظن، حول إذا الأشغال تاع الازدواجية الطرقات في ولاية البويرة. إذا السلام عليكم.